خالد حيمي رئيس الجمعيه المغربيه للتربيه الترقيه بمدينه القنيطره. حنا بهذا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي كنخلدوه بهذا الانشطه الميدانيه اللي كنعملوها الان في الصباح، يعني صباحا كنا في المحطه ديال القطار بجوار السيد الباشا والامن الوطني، وطبعا المجموعه اللي هي كتقدم خطابات اللي هي ميدانيه وتوزيع بعض المناشر وبعض المطويات لفائدي يعني الراجلين وكذلك السائقين، وكنحثوا من هذا يعني في هذه الحمله هذه بكل السائقين انهم يحترموا ذاك ممرات الراجلين، لان ذاك ممرات الراجلين نورمالمون سو ساكري بوغ لي بيتون، وكذلك كنوعيوا يعني الراجلين كذلك باش يحترموا يعني الاضواء الثنائيه ويمروا في يعني الوقت اللي يكون عندهم هما الضوء الاخضر. طبعا صباحا تواجدنا في يعني في المحطه ديال القطار يعني محمد ديوري، والان كنتواجدوا بنقطه اخرى اللي هي يعني شارع محمد خامس تقاطع محمد يعني ديوري بهذه الكثافه اللي هي تاعنا النقطه تاعي النقطه اللي هي سوداء بالنسبه للمدينه اللي كنحاولوا نعطيو فيها ونتدخلوا فيها مع السلطات المحليه وكذلك الامن الوطني. وكذلك غادي ننتقلوا لنقطه اخرى اللي هي منطقه السكنيه اللي هي كتعرف حتى هي كذلك واحد الفوضى وواحد عدم يعني عدم تعريف يعني بالنسبه لذاك الساكنه انهم باش نحثوا عليهم انهم يحترموا يعني ممرات الراجلين اللي كيتواجدوا بهذيك المنطقه اللي هي منطقه شعبيه جدا. بوطيب نور الدين الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامه الطرقيه والتكوين المهني. بطبيعه الحال حنا اليوم تنخلدوا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي كيجي مزامن مع 18 فبراير. هذا اليوم هو تقييم الحصيله السنويه اللي تنقوم بها يعني فيما يخص التربيه على السلامه الطرقيه، وكيف كتعرفوا بانه يعني هذه العمليه اللي كتكون في الشارع العام هي عمليه مهمه لانه كيستافد منها جميع يعني الناس اللي تيكونوا في هذا الشارع العام وجميع مستعملي الطريق سواء كانوا سائقين او راكبين او راجلين. والاهميه اللي كنركزوا عليها هو ممر الراجلين، لانه استعمال ممر الراجلين يعني تنجينا واحد المجموعه ديال حوادث السير اللي يمكن لها توقع يعني في هذه المدارات الطرقيه. بطبيعه الحال احنا كنركزوا على الناشئه على الاطفال، لانه الهم الوحيد ديالنا وهو باش نكون واحد الجيل جيل المستقبل اللي يكون متشبع بروح وثقافه التربيه على السلامه الطرقيه. النصيحه اللي كنقدم لهاد الوالدين باش دائما يعطيو نصائح يعني لوليداتهم سواء يعني باش يحترموا يعني ممر الراجلين او يمشيوا يعني فوق الرصيف باش يتجنبوا حوادث السير اللي كتودي بواحد المجموعه ديال الضحايا يعني سنويا. مصطفى دقيق رئيس جمعيه التوعيه من اجل الحياه للسلامه الطرقيه. بطبيعه الحال اليوم احنا في مدينه قنيطره، ملي تنقول جمعيه التوعيه من اجل الحياه طبعا مدينه الرباط، ولكن تنقلنا لمدينه قنيطره للمساهمه طبعا في تخريج الامم الوطني بالاضافه للجمعيه المغربيه وبدعوه من الجمعيه المغربيه للتربيه الطرقيه مع الاخ خالد السحبي. بطبيعه الحال الغرض هو انه الجهود يعني تكتف من اجل يعني تمرير وانجاح تمرير رساله السلامه الطرقيه. اليوم بطبيعه الحال هو كيبقى موسم ديال السلامه الطرقيه، الجميع يعني كيشارك جمعيات المجتمع المدني سواء المخصصه او المهتمه، كذلك المؤسسه التعليميه وعدد يعني كبير من المؤسسات كلها يعني كتخلد هذا اليوم هذا من خلال مجموعه من الانشطه، مجموعه من الورشات. طبعا الان احنا في الشارع العام من اجل يعني من اجل محور ديال عبور الراجلين ممر الراجلين، وهنا كيتوجهوا رسائل من خلال المنشطين التابعين للجمعيه يعني العموم الراجلين، الراجلين بطبيعه الحال فيهم الطفل، فيهم العجوز، فيهم المراه، فيهم الرجل، وهنا يعني كنتمناو انه السائق يفهم هذه الرسائل هذه ويتفاعل معها بايجابيه، لانه يعني العبور ديال الطريق يعني واحد الامر راه كيبان سهل ولكن في حقيقه الامر ماشي سهل، لانه لما تنبغيو يعني نديروا العبور ديالنا ويكون امن. شكرا للنادي الخدمي.
يعدون ثقافة طرقية. كذلك بالمناسبة احنا ساكنين في الساكنية، كان هذه مبادرة جميلة ان تكون واحد المبادرة من الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية. السي صحيب ديما كيلبي النداء في كل مناسبة ديال السلامة الطرقية. شكرا لكم انكم كبرتوا بهذه المنطقة، لان منطقة الساكنية من المنطقة الكبيرة بشعبيتها وب بتاريخها. شكرا لانكم اعطيتوا واحد التيفات لمدينه القنيطره. شكرا للناس اللي فكروا فانهم يديروا هذه التوعيه هذه، وكيف ما يقول اننا نغير سلوكنا نغير ضميرنا للحد من حوادث السير والحد من حوادث عبر الطرقات. يعني من سقوط من الدراجة الهوائية، فهطف الكيسة من الطريق. عطينا بعض النصائح ديال قانون السير وكيفاش يمر بسلام في هذا الشارع اللي هو شارع فيه حركة سير فيها كثيفة. هنا في مدينة القنيطرة بمنطقة السكنية، يعني السكنية يعني واحد المنطقة اللي هي سوداء. نشكر الرئيس ديالنا على الحماية والسلامة ديالنا الطرقية من اجل الجمعية المغربية باش ما نبقاش شي مشكل ولا حادثة ديال السير في المنطقة ديال السكنية. وكنشكر الرئيس ديالنا والجمعية وشكرا. الجمعية المغربية للسلامة الطرقية اللي كيترأسها الأخ الصحيمي مشكور، واللي كيفكر أكثر منطقة السكنية، لأن السكنية اللي خصها تحظى بواحد الاهتمام فيما يخص هذه المسألة هذه، واللي كتعرف حوادث كثيرة خاصة الحادثة اللي وقعت هذا الصباح هذا، والدري راه في المستشفى الإدريسي والسيارة لادت بالفرار هذا الصباح في هذه المنطقة اللي واقفين دابا كناخذوا فيها الكلمة. حشومة باش 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 نيكليجيو هذه المنطقة هذه، لأن هي قدر كبير خاصة شارع المسيرة. راه كنتمناو من الجمعيات اللي كتهتم انها تحدو حدوى الجمعيه المغربيه لحمايه السلامه الطرقيه اللي كيتراسها السي الصحيمي. راه عندنا مشكل في الساكنيه، ما نمشيوش المعموره عندها الطرق ديالها عندها الوسائل ديالها. هنا راه كاين الناس اللي ما فاهماش، خاص اللي يوعيها خاص اللي يحسسها. وتبارك الله على السي الصحيمي على انك كتفكر في الناس ديال الساكنيه وكتفكر هاد الشق ديال السلامة الطرقية، لأنه مهم ومهم بزاف. السلام عليكم، حنا بصفتنا الجمعية المغربية للسلامة الطرقية فرع قنيطرة اللي كترأسها السي صحيمي، جينا للساكنية فهاد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، باعتبار المنطقة ديال الساكنية هي منطقة سوداء، وكتعرف واحد الكثافة سكانية وكاينين بزاف ديال النقط السوداء اللي ممكن يتعرض فيها المواطن لحوادث السير بكثرة. جينا باش نوعيوهم بالضرورة ديال احترام قانون السير واحترام الإشارات الضوئية، وكذلك وزعنا بعض الخوذات على مستعملي الدراجات باش يحميو راسهم ويحميو الحياة ديالهم. وهذا الشيء ماشي غريب على الجمعية المغربية للتربية الطرقية بحكم أنها كدير هذه الأنشطة هادو على طول السنة، وماشي أول مجية لنا للسكنية، وحنا مولفين كنجيو كنديروا أنشطة مع هاد الناس هادو باعتبارهم ناس طيبين وناس حرار والناس الأصليين ديال منطقة القنيطرة، وتا هما ناس واعيين ومثقفين وعندهم سلامة طرق وعندهم ثقافة طرقية وكيتفهموا وكنلقاو واحد الإقبال من جهتهم.